اهلا وسهلا بحضراتكم وموضوع جديد من مواضيع دكتور كارلوس. النهاردة هنتكلم، هنعرف مع بعض ايه هو الفيتامين اللي له دور مهم جدا في منع حدوث التجلطات، او بمعنى اصح ايه هو الفيتامين المهم جدا او نقصه بيزيد من احتمالية حدوث التجلطات في الجسم. قبل ما ابتدي كلام وقبل ما نعرف ايه هو الفيتامين وايه هو دوره في منع حدوث التجلطات، احب اقول لحضرتك لو لسه اول مرة تشوف القناة دي، قناة دكتور كارلوس تيبس، بتهتم بمواضيع الجمال والصحة العامة زي فوائد بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية وكمان العناية الصحيحة بالشعر والبشرة. فلو حضرتك مهتم بالمواضيع اللي من النوعية دي، يا ريت تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل في القناة يجيلك اشعار بيه وتتابع الفيديوهات اول باول. خلينا نبتدي كلامنا ونعرف ايه هو الفيتامين المهم جدا في منع حدوث التجلطات. الفيتامين المهم وله دور مهم جدا في عدم حدوث التجلطات او ان نقصه بيؤدي الى احتمالية زيادة التجلطات هو فيتامين اي. فيتامين اي او فيتامين ه من الفيتامينات المهمة جدا في الجسم وله دور كبير جدا في الجسم كمضاد، كأقوى مضاد للأكسدة، بيعمل وقاية كتيرة جدا من كثير من الأمراض، وكمان له دور مهم جدا في تدعيم جهاز المناعة، بالإضافة اللي احنا اتكلمنا على أهميته في الحفاظ على نضارة البشرة وكمان دوره في الحفاظ على صحة الشعر في حلقة قبل كده. هسيب لكم رابط الحلقة اللي ما شافهاش يشوفها، هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. لكن كلامنا النهاردة ايه دور فيتامين اي في ان هو يمنع حدوث التجلطات او ان هو يقلل من حدوث التجلطات. الحقيقة ان وجدوا ان فيتامين اي او هي له دور مهم جدا ان هو بيمنع حدوث التجلطات الحديثة او التجلطات الناشئة، او عن طريق ان هو بيزيد من تميحها، او كمان ان هو بيمنع او بيقلل حدوث لزوجة في الدم او زيادة كثافة الدم، عن طريق ان هو بيقلل او بيزود او بيخلي معدل اللزوجة بتاع الدم المعدل المناسب او الطبيعي. فيتامين اي وجوده في الجسم بيقلل من احتياج الانسجة للاكسجين، وبالتالي بيقلل من فرصة حدوث الذبحة الصدرية وكمان النوبات القلبية، فهو داعم مهم جدا للوقاية او للحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية، لان زي ما احنا قلنا ان فيتامين اي بيقلل حاجة الانسجة والعضلات للاكسجين، وبالتالي عضلة القلب زيها زي اي عضلة في الجسم، وجود فيتامين اي بيقلل حاجتها للاكسجين، اما نقصه او عدم وجوده بالكمية المناسبة فبيزيد من احتياجها الى وجود الاكسجين داخلها، وبالتالي يؤدي الى تشنج في عضلة القلب ويؤدي الى النوبة القلبية. وبالتالي وجود فيتامين اي له دور مهم جدا في منع حدوث تشنجات العضلات وخصوصا عضلات القلب والاوعية الدموية، بالاضافة ان له دور ان هو له دور مهم جدا برضو في منع تشنجات جميع العضلات وبيخليها تعمل بكفاءة عالية وبيزيد من قوتها وقدرتها. احنا قلنا قبل كده ان له دور مهم جدا في تقوية جهاز المناعة، كمان له دور مهم جدا في ان هو توسيع الشرايين او الاوعية الدموية وان هي تكون مليئة بالدم والاكسجين، وبالتالي بيقلل من حدوث الالتهابات وكمان بيقلل من نسبة حدوث الغرغرينة في الارجل. فهو مهم جدا في حاجات كتيرة، وزي ما احنا قلنا وهسيب لكم رابط الحلقة اللي احنا اتكلمنا عن فوائده الكتيرة جدا. نيجي دلوقتي نعرف اين او ايه هي المواد الغذائية الغنية بفيتامين اي او فيتامين ه. هو موجود كمكمل غذائي على هيئة كبسولات، موجود في الصيدليات، موجود بتركيز 200-400 ألف. بنفضل ان احنا ناخد كبسولة واحدة في اليوم من فيتامين اي، 200 وحدة او 400 وحدة حسب الحاجة، طبعا بعد استشارة الطبيب او الصيدلاني حسب حالتك الخاصة.
طيب لو احنا عايزين ناخده من مصادر غذائية طبيعية، ايه المصادر الغذائية الموجود فيها فيتامين اي؟ اهم المصادر الغذائية الغنية بيه هو زيت جنين القمح، فهو غني جدا بهذا الفيتامين الممتاز. كمان موجود في مصدر غذائي هو زيت او اللي هو اللب السوري اللي هو حب دوار الشمس، فهو مصدر غني جدا بفيتامين ه. كمان موجود في المكسرات الغير محمصة، لان تحميص المكسرات بيؤدي الى تكسير فيتامين اي، وبالتالي ما بيبقاش له وجود في المكسرات المحمصة. كمان موجود في الخضروات، وكمان موجود في الافوكادو. دي كانت اهم المصادر الغذائية الغنية بفيتامين ه. دي كده نكون خلصنا نهاية حلقتنا النهاردة. ياريت لو كنت استفدت تعمل لايك وشير للفيديو عشان كل اصحابك يستفيدوا، ولو عندك اي استفسار سيبلي تعليق تحت الفيديو هجاوب عليك في اسرع وقت.